السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح المحور التاني The World Around Me أو العالم من حولي، Chapter 2 الفصل التاني How to Care كيف أعتني، كتاب Discover منهج KG1. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض أول بأول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم. ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول للديسكوفر وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين The World Around Me، The World Around Me يعني العالم من حولي. Chapter 2 How to Care، How to Care يعني كيف أعتني. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده. Living or Not يعني كائن حي ولا هو شيء غير حي. Living يعني حي، or not or يعني أو، not يعني غير حي، not living يعني غير حي. The directions بتاعتها كالآتي: Circle the living things in red، ضع دائرة circle the living things حول الأشياء الحية in red باللون الأحمر. وزي ما احنا شايفين هنا في البيج في عندنا horse، في عندنا flowers، في عندنا car، في عندنا stones، وفي كمان teddy bear، وفي worm. worm يعني دودة، horse يعني حصان، flowers يعني زهور أو ورود، car يعني سيارة، stones يعني حجارة أو أحجار، teddy bear يعني دبدوب لعبة، و worm يعني دودة. worm يعني دودة. وزي ما احنا عرفنا قبل كده ال living things أو الأشياء الحية لها خصائص أو لها صفات معينة مش عايزين ننساها أبدا. الكائنات الحية أول حاجة بتتنفس، بتأكل وبتشرب، بتتحرك من نفسها، بتتغير، وكمان بتنمو وبتكبر. يبقى أي كائن حي بياكل وبيشرب، بيتنفس الهواء وبيتغير وبينمو وبيكبر، ده الكائن الحي. عندنا هنا الهورس. أول حاجة الهورس، الهورس living or not، الهورس أو الحصان بياكل وبيشرب، بيتنفس، بيتحرك، وكمان بيكبر وبينمو. يبقى الهورس living، يبقى الهورس living thing، يبقى الهورس living، يبقى الهورس living. في عندنا الفلاورز، الفلاورز living or not، الفلاورز living or not، الفلاورز بتأكل بتشرب المية وبتاخد الأملاح المعدنية من السويل أو من التربة اللي هي مزروعة فيها. الفلاورز بتحتاج ان هي تتنفس وتتحط في مكان فيه هواء كويس متجدد. الفلاورز بتنمو، بنزرعها كبذرة وبتكبر وبتنمو. يبقى الفلاورز living or not. شاطرين، يبقى الفلاورز living. هنحط حواليها circle باللون الاحمر، او هنحط حواليها circle in red، او هنحط حواليها circle in red. الكار، الكار living or not، الكار أو السيارة بتأكل؟ لا ما بتأكلش. بتشرب؟ لا ما بتشربش. طب هي بتتنفس، بتحتاج هوا ولا ممكن نحطها في مكان مفيهوش هوا عادي؟ ما بتحتاجش هوا. الكار بتنمو، يعني انت مثلا نمت بالليل كان الكار أو السيارة بحجم معين، صحيت الصبح لقيتها أكبر؟ لا ما بتنموش. يبقى الكار not living أو شيء غير حي، مش هنحط حواليها سيركل بالريد. الستونز، الستونز living or not، الحجارة بتأكل؟ طيب الحجارة بتشرب؟ الحجارة بتتنفس؟ الحجارة بتنمو أو بتكبر؟ طبعا لأ، يبقى الحجارة not living أو هي شيء غير حي. تيدي بير، تيدي بير أو الدبدوب اللعبة، تيدي بير بينمو؟ يعني عمرك سبت التيدي بير في البيت لقيته كبر؟ التيدي بير بيأكل أو بيشرب، بيتنفس، يبقى التيدي بير not living، يبقى التيدي بير شيء غير حي. وآخر حاجة الورم، الورم أو الدودة،
الورم أو الدودة. الورم بتأكل؟ اه الدودة بتأكل. الورم بتشرب؟ اه بتحتاج للمياه. الورم بتتنفس؟ طبعا بتتنفس. الورم بتتحرك لوحدها؟ اه بتتحرك لوحدها. الورم بتنمو وبتكبر؟ اه الورم بتنمو وبتكبر. يبقى الورم living، يبقى الورم living things، يبقى هنحط حواليها circle in red أو هنحط حواليها دايرة باللون الأحمر. والكلمات الجديدة هنا يا أصحابي: living يعني حي أو كائن حي، circle يعني ضع دائرة، the living things، things يعني أشياء، وliving يعني حية، in red باللون الأحمر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وهي page 63 أو 63، والعنوان بتاعها map or picture. map يعني خريطة، map يعني خريطة، picture يعني صورة. map or picture يعني خريطة ولا صورة. ولازم نعرف قبل ما نشرح ال directions بتاعت page دي إن في حاجة اسمها خريطة وفي حاجة اسمها صورة. الخريطة بتبقى صورة مرسومة أو متصورة بالقمر الصناعي، بس هي برضو بتبقى مرسومة لمكان معين أو منطقة معينة، وبيبقى فيها حاجة اسمها الأبعاد. يعني بيقولك إن الحتة دي اللي مرسومة على الخريطة المساحة الحقيقية بتاعتها قد كده بالمتر أو بالكيلومتر زي ما هو مكتوب، وبيحدد لك المسافات فيها، وبيحدد لك أماكن المباني والمداخل والمخارج والاتجاهات كمان، فوق يعني شمال وتحت يعني جنوب ويمين ويسار أو شرق وغرب. بيحدد لك ده على الخريطة وبيقول لك الخريطة دي أبعادها قد إيه، فهي دي اسمها الخريطة أو الماب. الماب هي الصورة المرسومة لمكان معين وفيها متحدد كل البيانات الخاصة بمساحة المكان ده والحاجات المرسومة فيه أو الموجودة عليه، سواء كانت أرض أو مية أو زرع مزروع أو مباني. لكن الصورة بتبقى صورة متصورة وما فيهاش أبعاد، متصورة المكان أو الحاجة معينة، ما فيهاش مساحة الحاجة دي قد إيه أو المكان ده قد إيه، ما فيهاش الاتجاهات بتاعته، ما فيهاش البيانات الكاملة عن المكان اللي هي متصورة بيه. فالصورة بتبقى صورة متصورة مش أكتر، لكن الماب بتبقى صورة مرسومة وفيها الأبعاد وفيها كل البيانات الخاصة بالمكان اللي موجود في الماب دي أو في الخريطة دي. والدايركشنز بتاعت البيج هنا: write يعني اكتب، the letter P يعني حرف ال P on the line under the picture، في الخط الموجود تحت الصورة، of the school الخاصة بالمدرسة. write اكتب the letter M حرف ال M on the line under the image of the map في السطر الموجود تحت صورة الماب أو الخريطة. وزي ما احنا وضحنا وعرفنا ايه الفرق بين الخريطة وبين الصورة، أو الفرق بين الماب وبين البيكيتشر، لازم نبقى واخدين بالنا قدامنا ده ماب ولا بيكيتشر وده ماب ولا بيكيتشر. وهقول لكم الدايركشنز مره ثانيه: write the letter p on the line under the picture of the school، اكتب حرف ال b تحت صوره المدرسه. write the letter m on the line under the image of the map، اكتب حرف ال m تحت صوره الخريطه. فزي ما احنا شايفين قدامنا هنا في صوره المدرسه فعلا، هنكتب تحت منها حرف ال p اللي هو اختصار لكلمة picture، وفي هنا خريطة أو صورة خريطة، ومفروض إن هنكتب تحت منها حرف ال N اختصار لكلمة map أو خريطة. وبالتالي احنا عرفنا طبعا الفرق بين الماب وبين picture. الكلمات الجديدة هنا اللي لازم نحفظها ونعرفها: map يعني خريطة، or يعني أو، picture يعني صورة، write طبعا يعني اكتب، letter يعني حرف وساعات بتيجي بمعنى خطاب او جواب، line يعني خط، under يعني اسفل، the picture يعني الصورة، of the school الخاصة بالمدرسة. write the letter m اكتب حرف ال m on the line على الخط،
under أسفل the image صورة أو شكل of the map الخريطة شكل الخريطة. وبكده نكون أنهينا page 63 ونتنقل للpage اللي بعد كده وهي 64. وهي عنوانها seasons. seasons يعني فصول أو مواسم. seasons يعني فصول أو مواسم، وهي هنا بيرمز لفصول السنة. وإحنا عارفين طبعا إن فصول السنة هم أربع فصول: الوينتر أو الشتاء، والسامر أو الصيف، والسبرينج اللي هو الربيع، والأوتوم أو اللي هو الخريف. وطبعا كل فصل فيهم حاجة بتميزه. يعني مثلا عندنا فصل الشتاء بيميزه إن الجو بيكون برد وبيكون في مطر كتير، والناس بتحتاج تلبس فيه هدوم تقيلة، والأشجار بتبقى مفيهاش ورق، والطقس بيبقى بارد جدا. بينما السمر أو الصيف بيبقى فيه الدنيا حر، الشمس بتبقى طالعة جامد، الناس بتحتاج تلبس هدوم خفيفة نص كم أو هدوم خفيفة. الناس بتروح مصايف برضو في السمر، وبيبقى الجو حر والصفة العامة عليه ان هو مشمس وحر. السبرينج او الربيع، واحنا مش هنتطرق له قوي دلوقتي، بس هو خاص بالزهور والورود والاشجار، بتبقى الدنيا كل الزرع وكل الورود فيه مفتحة وجميلة، والزرع فيه والدنيا بتبقى لونها اخضر. بينما الاوتوم او الخريف، الاوتوم او الخريف بيبقى وقت بيقع فيه اوراق الاشجار، وبيبقى فيه الجو متقلب أو خريفي، وبتبقى ليه صفات بتاعت إن الأوراق بتاعت الأشجار بتصفر وبتتساقط. وهنا الـ directions بتاعت البيج دي: color your favorite season، لون الفصل المفضل لديك. color يعني لون your favorite season، الفصل المفضل لديك. be ready، كن مستعد. to tell why it is your favorite، ان انت تقول ليه هو ده الفصل المفضل بالنسبة لك. يبقى color your favorite season، be ready to tell why it's your favorite، كن مستعد انك توضح ليه ده الفصل المفضل بتاعك. ومدينا صورتين هنا، اول صورة لفصل الشتاء او winter season، وفي طبعا المطرة موجودة في الصورة، والارض مليانة مية، والشجرة ما عليهاش ورق، وفي سحب كتيرة. بينما في الصورة التانية مدينا السامر أو الصيف، الشجرة فيها أوراق، الشمس طالعة بشكل واضح جدا، والجو شكله حر. طبعا كل واحد هيختار الفصل المفضل بالنسبة له، وهيقول هو بيحب الفصل ده ليه، وهيلون الصورة الخاصة بالفصل ده. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وهي بيج 65 أو 65، والعنوان بتاعها كالآتي: What to wear. What to wear يعني ماذا نرتدي، نلبس ايه. wear يعني يرتدي أو يلبس الملابس طبعا، what يعني ماذا أو ما، ماذا نرتدي. وهنا الـ directions بتاعت الـ page دي بيقول match وصل، the closest اللي هي الملابس، to the correct season بالفصل الصحيح الخاص بيها. يعني match the closest to the correct season، وصل كل ملابس من دول بالفصل الخاص بيها، بالفصل الصحيح الخاص بيها. وزي ما احنا عرفنا في البيج اللي فاتت، في عندنا فصلين دلوقتي احنا بنتعلمهم، اللي هو السمر اللي هو الصيف الحر والشمس، والوينتر اللي هو البرد المطر الخاص بفصل الشتاء. ولازم اقول لكم يا حبايبي ان فصل الشتاء او الوينتر سيزون بيبدأ من شهر ديسمبر اللي هو شهر 12، وبينتهي في شهر مارس او اللي هو شهر مارس. في عندنا ديسمبر وجانيوري وفبراوري ومارس، هو بيقعد اربع شهور. عندنا ديسمبر اللي هو احنا موجودين فيه دلوقتي، وفي عندنا جانيوري او شهر يناير،
وفي بعد كده شهر فبراير أو شهر فبراير، وبعد كده في شهر مارش أو مارس، وده بيبقى نهاية فصل الشتاء مع نهاية شهر مارس. وبينما فصل الصيف بيبدأ في شهر يونيو أو جون، شهر 6 يونيو أو جون، وبينتهي في شهر سبتمبر أو سبتمبر اللي هو شهر 9. فهو بيقعد في جون شهر 6 وجولاي يوليو أو 7 وأوغست اللي هو أغسطس أو 8، وبينتهي في سبتمبر أو في شهر 9 شهر سبتمبر. فكل فصل بيقعد 4 شهور، وزي ما احنا عرفنا دلوقتي كل فصل فيهم بيبدأ في شهر ايه وبينتهي في شهر ايه. عايزين نعرف بقى نوصل كل ملابس بالفصل الخاص بيها. فهنا في أول صورة، في صورة umbrella شمسية and coat ومعطف أو جاكيت طويل زي ما احنا شايفين باللون الأصفر. في umbrella وفي coat شمسية ومعطف، هنوصلهم بإيه؟ دول بيتلبسوا في فصل الصيف الحر ولا بنلبسهم في فصل الشتاء البرد المطرة؟ شاطرين، بنلبسهم في فصل الشتاء أو فصل الوينتر سيزون. ويبقى كده هنوصل الصورة دي بالصورة دي أو الكلوزز دي الملابس دي بالسيزون ده أو بالوينتر. في عندنا الصورة التانية فيها glasses نظارة، وفي عندنا فيها hat، وفي عندنا فيها شيرت الطاقية والنظارة والتيشيرت الصغير ده، بنلبسهم في السامر في الصيف ولا في الوينتر في الشتاء؟ بنلبسهم في أنهي فصل؟ بنلبسهم في السامر شاطرين. يبقى نوصل الكلوزز دي بالصورة دي. في عندنا هنا شورت، وفي عندنا مايو أو شورت، وفي سليبر أو حذاء بحر أو شبشب زي ما بنقول. ده نلبسه في الوينتر ولا نلبسه في السمر؟ لما بنروح نصيف في البحر بنلبس ايه؟ بنلبس الشورت وسليبر. يبقى ايه؟ هنوصل الكلوزز دي بالسمر. وآخر حاجة في عندنا تراوزر أو بنطلون طويل وشوز أو حذاء، وده ممكن يكون بيتلبس في فصل الوينتر أكتر لأن احنا مش هنروح بيه البحر مثلا. فالتراوزر والشوز دول يتلبسوا في فصل الشتاء ولا يتلبسوا في فصل الصيف؟ يتلبسوا في الوينتر ولا يتلبسوا في السمر؟ الكلوزز دي شاطرين بتتلبس في الوينتر أكتر أو في فصل الشتاء أكتر. يبقى نوصل الكلوزز دي بالصورة دي. وزي ما احنا شايفين هنا مكتوب وينتر وينتر، سمر سمر، شتاء شتاء، صيف صيف. والمطلوب مننا هنا يا حبايبي ان احنا نعرف الكلمات الجديدة: what يعني ما او ماذا، wear يعني يرتدي، يلبس يعني هدوم، match يعني وصل، the clothes يعني الملابس ولازم نحفظها برضو، to the correct season، correct يعني صحيح، وseason يعني فصل، winter يعني شتاء، وsummer يعني صيف. وفي الختام أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. وفي الختام أتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.